وبتنضم إلينا من القدس المحتلة السيدة رتيبة أنتش عضو هيئة العمل الوطني والأهلية. أهلا بك ومرحبا سيدة رتيبة. يعني كيف ترين المشهد الآن بعد استمرار العدوان الإسرائيلي وتمدد هذا العدوان إلى مناطق مختلفة داخل قطاع غزة؟ هو العدوان ليس فقط تمدد إلى قطاع غزة، وإنما يبدو أيضا هنالك يعني هجوم تجريبي لبعض التقنيات في مخيمات الضفة الغربية، أيضا لمحاكاة سيناريوهات الدخول البري. الدعم الأمريكي اللامتناهي لإسرائيل في وضع أيضا خبرات الجيش الأمريكي تحت تصرف كابينة الحرب الإسرائيلي، ليس فقط للدعم المعنوي وإنما لإعطاء الاستشارات والتكتيكات من خلال خبرتهم العسكرية في هذا الدخول البري المحتمل، هي كلها أيضا سيناريوهات تقلق الشعب الفلسطيني عن السكوت الدولي ودعمه اللامحدود لإسرائيل أثناء ارتكاب هذه المجازر، بل إفادتهم بزبدة خبراتهم العسكرية من أجل المشاركة في العمليات العسكرية في إبادة الشعب الفلسطيني. لا يوجد ما يمكن الحديث عنه بعد 18 يوم من حرب تدميرية شاملة ساوت مناطق وأحياء كاملة من قطاع غزة بالأرض، أخفتها عن الوجود أحياء كامل لم تعد موجودة، عائلات شطبت من السجل المدني، الوضع الصحي في حالة تردي ما بعد الصفر ونفاذ المواد الطبية اللازمة، ولادات غير آمنة، بالأمس سجلنا 166 ولادة غير آمنة، إفراغ حتى المستشفيات من أقسام الولادة بشكل نهائي لعجزها عن تقديم الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية والولادة للسيدات، إيقاف قسم غسيل الكلى. وأيضا يعني ليس فقط الموضوع هو موضوع العدوان الإسرائيلي، وإنما تحويل الحياة إلى حياة إلى منطقة غير قابلة للحياة في قطاع غزة، تحويل الحياة إلى مقبرة جماعية لاثنين ونصف مليون غزاوي. حتى الأعداد التي أصبحنا نتحدث فيها أنها شهداء أو تسجيل أرقام للشهداء لم تعد أرقام منطقية أو موضوعية، لأن من هم على قيد الحياة هم مشروع أيضا للوفاة بسبب انتشار الأمراض الخطيرة، بسبب عدم قدرة طواقم الدفاع المدني على انتشال الجثث من تحت الأنقاض، بسبب عدم توفر الكهرباء والماء الصالح للشرب في قطاع غزة. الأحوال الإنسانية في القطاع هي الأصعب، بالرغم من أننا مررنا في عدة حروب على قطاع غزة وبعضها كان يستمر أيام أطول، طبعا مثلا 51 يوم في 2014، إلا أن حجم الدمار والأسلحة المستخدمة هذه المرة والتعنت الإسرائيلي في موضوع دخول المساعدات الإنسانية هو الأسوأ حتى هذه اللحظة. ما دخل من مساعدات إنسانية وأمدادات إنسانية في الثلاث أيام الماضية كان قليل جدا، يعني لا يفي في الغرض أو في إنقاذ أو تغيير الحالة الإنسانية في قطاع غزة أو سد، يعني ربما هذا أيضا سيدة رتيبة ما يمكن أن يتم التساؤل عنه الآن، ربما ما دخل وفق الاتفاقات يعني كان مشروطا والجانب الإسرائيلي مسؤول عن نذر إدخال هذه المساعدات، والمساعدات متوقفة بعشرات الشاحنات عند الجانب المصري، ولكن الطيران الإسرائيلي والشروط الإسرائيلية تقف دون ذلك. السؤال الآن سيدة رتيبة، يعني كان هنالك حديث بين بايدن ونتنياهو وفق يعني وسائل الإعلام المختلفة بموضوع فتح ممرات آمنة، وجوب فتح ممرات آمنة وإدخال المساعدات الإنسانية المستدامة إلى القطاع. هل تلمسين أن هنالك فعلا هناك محاولات لفتح تلك الممرات من جانب الأراضي المحتلة باتجاه القطاع؟ يعني لقد سمعنا هذه التطمينات من بايدن أثناء زيارته للشرق الأوسط، أثناء زيارته لإسرائيل الأخيرة في الأسبوع الأخير بعد فشل أيضا قمة الأردن الثلاثية. نعم، ولكن كل هذا الكلام الذي سمعناه من تطمينات أو شعارات أو حتى خطابات على الإعلام لم نرى ترجمة حرفية له على أرض الواقع. ما يحدث هو دخول محدود جدا للمساعدات، بالرغم من أكيد طبعا تكدسها في مطار العريش وعلى معبر رفح
من الجانب المصري، الممانعة هي ممانعة إسرائيلية واشتراطات كبيرة جدا من الجانب الإسرائيلي، حتى أن الجانب الأمريكي كمان تحدث عن أنه سيطلب من إسرائيل الالتزام بقواعد الحرب. الالتزام بقواعد الحرب معناها الالتزام بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المدنيين وقت الحرب. ولكن بعد هذا الخطاب من الرئيس الأمريكي واجهنا جريمة قصف مستشفى المعمداني، تهديد مستشفى الشفاء والقدس بالإخلاء، قصف كنيسة تاريخية هي تعد واحدة من أقدم 3 كنائس في العالم، ما زال قصف المدارس المساجد وغيرها مستمر حتى اللحظة. بمعنى أن الشعارات وما تحدث عنه الرئيس بايدن خلال زيارته للمنطقة لم يحدث منه ما كان مأمولا أو مرجوا. حتى في قمة القاهرة الأخيرة يوم السبت تحدثت بعض الدول عن أهمية فتح ممرات إنسانية وعدم المساس بالمدنيين، إلا أنها سارعت في اليوم التالي لعقد قمة خاصة بهذه الدول لإصدار بيان يبين حق إسرائيل اللامحدود في الدفاع عن نفسها دون شرط أو قيد. وبما أن يعني يبدو أن هنالك تناقض ما بين التصريحات الأمريكية والأوروبية والأفعال أو الدعم اللامحدود الذي تقدمه دولة الاحتلال الإسرائيلي، وإنها تشارك الآن ليس فقط في الخطابات أو الدعم بمعنى الخطاب السياسي، وإنما تشارك من خلال قواتها العسكرية والدعم المادي أيضا في الهجوم على قطاع غزة، محاولة شيطنة ما يحدث في قطاع غزة وتحميل طرف واحد المسؤولية الكاملة عما يحدث، وكأن إسرائيل بريئة من كل جرائم الحرب التي ترتكبها والإبادة الجماعية التي ترتكبها. سوف يتم اليوم عقد جلسة لمجلس الأمن لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وبالتحديد في قطاع غزة، هل برأيك يمكن البناء على علاقات الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية مع شركاء منطقة الشرق الأوسط من أجل حماية المدنيين واستمرار وصول المساعدات إليهم وأيضا تمرير هدنة إنسانية مرتقبة؟ الجهود الدبلوماسية سواء على المستوى الفلسطيني الرسمي أو حتى على مستوى الدول العربية الشقيقة في تواصل الحوار والخطاب مع الدول الغربية المختلفة لحشد آرائها بموضوع وقف إطلاق النار وفتح الممرات الإنسانية ما زال مستمر. نأمل أن يؤتي ثماره اليوم في جلسة اليوم. نحن نعلم أن قرارين مسبقين قد تم إيقافهما، واحد مقترح من روسيا والآخر من البرازيل وبالفيتو الأمريكي. نأمل أن تكون الأمور في هذه الجلسة على نحو أفضل، أن يكون هناك تغير في المواقف خاصة بعد المظاهرات الضخمة جدا التي خرجت في عواصم الدول الغربية وعدد كبير من المقاطعات والولايات الأمريكية أيضا للوقوف ضد هذه الحرب، حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ومطالبة الحكومات باتخاذ موقف لإيقاف هذه الإبادة الجماعية وجرائم الحرب التي ترتكب ضد الفلسطينيين. نأمل أن تؤثر هذه الثورة الشعبية والوعي الشعبي لدى الشعوب على حكوماتها. بدأنا نسمع بعض الأصوات مثلا حتى في داخل البرلمانات الأوروبية في إسبانيا بالذات التي تنادي الحكومة الإسبانية بالوقوف موقف جدي ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، ونحن نعلم أن إسبانيا في هذه الدورة هي التي تقود الاتحاد الأوروبي، فلربما تغير نوعا ما المزاج العام أو الرأي العام في هذه البلدان سيؤثر على طبيعة الخطاب أو الاصطفاف الذي تمارسه هذه الدول اتجاه إسرائيل. طيب سيدة رتيبة، يعني عندما نتحدث اليوم عن هذه الحكومة، الحكومة الإسرائيلية أو الوزراء الإسرائيليون اليوم عندما يهدد 3 وزراء بالاستقالة من هذه الحكومة وتحميل نتنياهو المسؤولية، مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، وبالوجه المقابل أو على الجهة المقابلة نتنياهو يعمل على جمع أدلة لإدانة الجيش بما حدث، كيف إذن هو حال الحكومة؟ وهل بهذه الحكومة يمكن أن تنهي العملية العسكرية التي أعلنت عنها؟
يعني أولا الصراع داخل الحكومة الإسرائيلية موجود أو في الداخل الإسرائيلي موجود منذ اللحظة الأولى، منذ بداية هذا العام، منذ تولي نتنياهو هذه الحكومة وائتلافه. هنالك صراعات كبيرة ما بين التيار المعارضة والتيارات التي شكلت أو الائتلاف الذي شكل هذه الحكومة. هنالك صراعات ما بين هذه الحكومة وقيادتها السياسية والقيادة العسكرية في إسرائيل، بمعنى الغضب ومحاولة تحميل نتنياهو مسؤولية الأخطاء وملف الأخطاء وتصيد الأخطاء لنتنياهو هو موجود في الجانب الإسرائيلي منذ اللحظة الأولى. وبالرغم من ذلك يعني ظهور المعارضة داخل الحكومة هذه المرة هي من داخل الائتلاف نفسه، بمعنى حتى الائتلاف الذي شكل هذه الحكومة لديه اعتراضات على أداء كبانة الحرب، لربما لأمور أكثر تطرفا يريدونها، ولا يثقون بحكمة أو محاولة نتنياهو حتى في التوفيق ما بين المعارضة وما بين الائتلاف الحكومي الخاص به. يعني بمعنى عندما نتحدث عن المعارضة في الجانب الإسرائيلي هي لا تأخذ شكل واحد، وإنما هي عدة أشكال. محاولة تحميل نتنياهو المسؤولية فقط لأنهم يريدون تحميله المسؤولية، والاعتراضات منذ البداية على نتنياهو وعدم وجود اتفاق على هذا الائتلاف الحكومي بشكل واسع في إسرائيل. ومن جانب أخرى أيضا نتنياهو يريد أن يحمل الجانب العسكري هذه المسؤولية نتيجة أصلا الخلافات الموجودة ما بينهم، وأنه لم يأخذ منذ البداية تحذيرات الجهاز الأمني بجدية، وأيضا لم يأخذ قرارات بشأن المخططات العسكرية الإسرائيلية بشكل جدي، وكان يأخذ قرارات سياسية متعلقة بتصعيد الأوضاع بالضفة الغربية على سبيل المثال، ما حدث حتى أيضا من محاولة اغتيالات لقيادات حماس أيضا في قطاع غزة، كلها قام بها بقرارات سياسية بعيدة عن التحذيرات الأمنية باحتمال انفجار الوضع. هذا لا توافق ما بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل منذ بدء هذه الحكومة هو ظاهر وواضح جدا، وكل طرف من الطرفين بشكل دائم يحاول أن يحمل الطرف الآخر المسؤولية عن عدم اتخاذ القرار المناسب في الوقت. تأثير ذلك على العملية العسكرية سيدة رتيبة، يعني كيف يمكن أن يؤثر ذلك على العملية العسكرية التي يتحدثون عنها على الرغم من التأخير في عملية الاجتياح البري؟ ما هو ذلك التأثير على هذه العملية؟ التأجيل المستمر لهذه التأجيل المستمر للعملية البرية وعدم تحديد موعد لهذه العملية كلها من العوامل من النتائج طبعا لهذه الخلافات الموجودة. إرسال الولايات المتحدة الأمريكية لخبراء عسكريين للإشراف بشكل مباشر على المعلومات العسكرية المتوفرة والمخابراتية المتوفرة للمساعدة في اتخاذ القرار هي نتيجة هذه الأزمة وعدم ثقة أي طرف بالطرف الآخر، وبالتالي هم اليوم في مرحلة اللجوء إلى طرف خارجي أو طرف ثالث لاتخاذ القرار وهي الولايات المتحدة الأمريكية. حتى مشاركة وزير الخارجية الأمريكي في اجتماعات لكابينة الحرب لتقدير الموقف الإسرائيلي قبل أسبوع هو أيضا ضمن هذه الخلافات وضمن مسلسل تحميل كل طرف المسؤولية للطرف الآخر. التخبط الذي نراه بين التوسع في هذه العملية نحو شمال فلسطين المحتلة باستهداف سوريا ولبنان من عدمه أيضا هي جزء من هذا التخبط وبشكل عملي وواضح، بمعنى نحن نرى التخبط في الأهداف العسكرية الإسرائيلية، وهذا الخلاف التدخل الأمريكي المباشر والواسع كلها نتائج للخلافات الموجودة ما بين المستوى السياسي نفسه وما بين المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل، ومحاولة كل طرف يعني إظهار بأن الطرف الآخر هو المخطئ وهو المسبب لما وصلنا إليه اليوم من هذه الحرب. سيدة رتيبة، مع استمرار المساعي العربية والدولية وأيضا الأممية من أجل وقف هذا التصعيد، بتشهد اليوم تل أبيب زيارة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أجل بحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، ما الذي ممكن أن يحمله ماكرون في هذه الزيارة من أجل وقف هذا التصعيد، وخاصة بعد تصريحات رئيسة الوزراء الفرنسية بمطالبة إسرائيل بتمرير هدنة إنسانية؟ يعني اليوم فرنسا، يعني طبعا فرنسا في الأيام الأولى للحرب كان هنالك اتصالات ما بين الجانب الفرنسي والمصري لمحاولة احتواء
الأزمة بحيث لا تتسع نحو حرب إقليمية، وهذا أكثر ما يخيف فرنسا بشكل أساسي هو دخول أطراف أخرى في هذه الحرب. وبالتالي زيارة ميكرون هي ضمن هذه الجهود، أولا لإظهار مبادرة فرنسا في قيادة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى والموقف الأوروبي مرة أخرى من خلال مقترح ستقدمه فرنسا لوقف إطلاق النار والمساعدات الإنسانية، وأيضا من نواحي تتعلق بحسابات فرنسا في الشرق الأوسط وعلاقتها مع لبنان بشكل أساسي في هذه العلاقة وتخوفها من دخول لبنان ضمن الحرب من خلال حزب الله. فبالتالي رعاية المصالح الفرنسية في الشرق الأوسط من جهة، محاولة إظهار فرنسا بصفة المبادر دائما في قيادة الموقف الأوروبي من جهة أخرى، هي كلها من العوامل التي ستدفع فرنسا بتقديم مقترح. ونحن نعلم أن لديها مقترح يعني كامل ستقوم بتقديمه أولا لإسرائيل، وفي حالة الحصول على موافقة مبدئية من إسرائيل ستطرحه أيضا على باقي الدول الأوروبية، البرلمانات الأوروبية ولربما الأمم المتحدة. سيدة رتيبة نتشا، عضو هيئة العمل الوطني والأهلية، كنت تحدثين من القدس، شكرا جزيلا لك.